السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم برضك عن بعض الأيام الحزينة اللي مرت بيا. وأنا كان ليا ابن عم في الجيش التاني كجندي، وكان ليا ابن خال أصغر مني في الاحتياطي. فعام 1973 زي ما أنا ذكرت في حلقة ماضية، كان ليا ثلاثة من أولاد عمي، اللي هو جلال كان ضابط، وحسن البنا، جلال البنا وحسن البنا، وكان ضابط احتياطي مهندس، ومحمد البنا، وكان اكشلي عسكري هناك. محمد البنا كان شاب جميل جدا 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 جدا، وكان كلنا بنحبه، وكان ما اكملش تعليمه يعني، وكان ابن عمي الكبير، ابن عمي الزكي، واستشهد رحمة الله عليه في حرب 73، وكلنا تألمنا ألم غير عادي لدماء هذه الشهداء من الشباب الذين ذهبت أرواحهم إلى الله مدافعة عن كرامة الأرض والعرض والوطن. رحمة الله، رحمك الله يا محمد، يا بنا، يا ابن عم. أما الثاني فكان أصغر مني سنا، وكان أكثرنا وسامة، أصغر الشباب فينا. وكان الشباب في هذا الجيل مجموعة من خالتي، كان أربعة شباب، ومن عندنا احنا كنا اثنين انا واخي، ومن خالي رحمة الله عليهم اجمعين كان اثنين، اخوه اللي كان في الجيش ضابط احتياطي ايضا مهندس، وبشر اللي هو كان مهندس زراعي. و القصة بتاعت ابن خالي بشر، اللي هو كان اكثرنا وسامة، وكان دايما كان مهندس زراعي او تخرج من كلية الزراعة، وبعد كده التحق لوسامته في مصر للطيران، وكان دايما يمزح مع امه، يقول لها ما تخافيش يا والدتي، انا مش هموت في الطياره، انا هموت على الارض. مش عارف كان بيقول الكلمه دي ليه، وكان يعني كانه غريب بينا وبين بعضنا. وبعد الحرب ما انتهت في عام 1978 وانا هنا بشتغل، جه زارني هو في عام 1979 في يناير او فبراير، وكان شغال مضيف في شركة مصر الطيران، وكان يعني شيك كده. وكنت أنا رحت قابلته هناك في شيراتون في هيثرو، أعتقد شيراتون أو هيلتون في هيثرو، مش فاكر بالضبط. وكان دي أول يعني في أول 78، أعتقد في أول 78 مش في 79، أو أول مرتب أخده وحوشه كان حوالي 250 أو 240 جنيه استرليني، ورحت قابلته هناك عشان أدهوله، وديت له فعلا. ولما قلعت الجزمه وصلت المغرب والعشاء معاه في الفندق في المطار، لقى ان الشراب اللي انا كنت لابسه مقطع، قال لي جاتك 60 نيله، يعني جاي توفر الفلوس دي كلها عشان اديها لامك، وفي نفس الوقت مش شايل لك شراب جديد تلبسه. فضحكت معاه وانتهى الامر على كده. في اعتقد في منتصف 78 او انا مش فاكر السنه، بقى 78 79 منهم يعني، في الصيف كده كنت انا واخد اول وظيفه في جلاسجو، وكنت بشتغل في مستشفى لل الانف والاذن والحنجره هناك. ورايت في المنام بعد صلاه الفجر ان انا واقف انا واخوه هشام، وهو كان اسمه بشر رحمه الله عليه، هو واقف، انا بتكلم مع هشام وبشر واقف في وسطنا، مش بيتكلم، واقف كده وبيبص لنا كده، وقام ماشي بسرعه وتركنا. فصحيت من النوم منزعج يعني، ده بشر ما بيكلمناش ليه؟ بشر ما بيكلمناش ليه؟ ده كان يوم سبت، يوم من ايام ايه السبت. فصحيت على تليفون جالي من احد الزميلات لاختي الكبيره، وبيقول لي ان ابن خالك توفى. وطبعا هي مصيبه ان ابن الخال، يعني ابن خالي الكبير بردك في الثلاثينات من عمره، وكان مهندس ضابط احتياطي ومتخصص في الهندسه الالكترونيه، الهندسه الكهربائيه، وابن خالي الصغير كان في العشرينات من عمره واللي هو بشر، وكان يعني عنده يعني ضابط احتياطي الى اخره. فقلت لي لا، هو بشر اللي مات رحمه الله عليه. مات ازاي بشر بقى؟ بشر يا شباب راح يجيب شهاده التجنيد، فاخذ، وكان ده اصغر اولاد خالي يعني، واخذ العربه بتاعته وذهب الى المعسكر، ما اعرفش فين، في السويس ولا في الاسماعيليه الى اخره، ويوم اربع او يوم ثلاث، وما جاش للاربع ولا الخميس. وطبعا خالي ومرات خالي وكلنا اعتقدنا بقى انه قاعد بيخلص الاجراءات
في المعسكر هناك عشان ياخد شهاده الاعفاء. وجاي يوم الجمعه كان التوقيت بالظبط كان ايه بعد صلاه الجمعه وساعه الماتش الكره ما بتلعب اللي هو الساعه 3 ظهرا. جه جثمان ابن خالي بشر رحمه الله عليه لخالي حسن رحمه الله عليه. والخالي حسن في الوقت ده عنده لوكيميا اللي هي سرطان الدم الابيض او الاحمر، ووالدته كبيره في السن الى اخره. والضابط اللي جه قال لابد ندفن الشهيد بشر الان. فتصارعت العائله اخواتي البنات وخيلاني والى اخره واجواز اخواتي انهم يفتحوا اي قبر من قبورنا في مدينه نصر عشان يدفن فيه الشهيد الثاني من عائلتنا بشر ابن خالي. القصه هنا يا اخوانا ايه؟ ان للموت حرمه، للموت للعائله حرمه، وللدفن حرمه، فلا بد ان نخبر العائلات عما حدث لفلذات اكبادهم، انها لم تكن حربا ولكنها كانت اعتقد على ما حسب ما سمعنا انه لغم انفجر في احد المعسكرات وهو ذاهب هناك لياتي بشهاده التجنيد او اللي هو الاعفاء او نهايه الخدمه من الجيش. رحمك الله يا محمد يا ابن عمي يا محمد يا بنا، كنت شهيدا في معركه الحق، ورحمكم الله ورحمكم الله يا بشر الجريسي، كنت ايضا شهيدا في معركه اخرى من معارك الحق. ونترحم على كل شهدائنا الذين ذهبوا الى بارئهم يدافعون عن الأوطان وعن الكرامة وعن العزة وعن النخوة وعن الوطن وعن الشرف وعن الأعراض. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.